أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن فحوى تصريحات السفير الأمريكي ماثيو تولر والرسائل التي أراد إيصالها للأطراف اليمنية بالقول إن خطة كيري قابلة للتعديل. إذن مجددا يعود الحديث عن خطة كيري إلى الواجهة، المبادرة التي بدت مثيرة للجدل من يوم الإعلان عنها وكانت مسار كثير من المواقف والتصريحات من قبل جميع الأطراف، يتم إحياؤها من قبل السفير الأمريكي ماثيو تولر الذي أكد في تصريحات صحفية أن الخطة لم تنقش على الحجر وأنها قابلة للتعديل ما عدا الترتيب في تسلسل بنودها. هذه التصريحات تأتي بعد الرفض الذي واجهته المبادرة، حيث نفت الحكومة اليمنية علمها بالخطة ثم رفضتها لأنها لم تستند إلى المرجعيات الثلاث كما رفضها الانقلابيون دون ذكر الأسباب. إذن وبالنظر إلى ما سبق، فإن تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة جاءت على ما يبدو للتخفيف من حدة مواقف الطرفين تجاه الخطة ومحاولة لإعادة تصديرها إلى الواجهة. تصريحات ماثيو تولر وإمكانية التعديل على المبادرة وفرص العودة إلى المسار السياسي ستكون موضوع نقاشنا في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث من خلال محورين. المحور الأول عن الرسائل من وراء تصريحات السفير الأمريكي وما هي الفرص المتاحة للعودة إلى المسار السياسي. نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير للزميل ماهر أبو المجد. لا ينتهي الحديث عن خطة كيري حتى يعود من جديد، فالمبادرة التي بدت مثيرة للجدل من يوم الإعلان عنها وكانت مثار كثير من المواقف والتصريحات من قبل جميع الأطراف يتم إحياؤها وبعثها من قبل السفير الأمريكي ماثيو تولر الذي أكد في تصريحات صحفية أن الخطة لم تنقش على الحجر وأنها قابلة للتعديل عدا ألا يشمل الترتيب في تسلسل بنودها. تولر أضاف أيضا أن المبادرة هدفها إعادة جمع الأطراف على طاولة المفاوضات والخروج بوجهات نظر موحدة من شأنها الوصول إلى اتفاق سلام دائم. هذه التصريحات تأتي بعد الرفض المتواتر من قبل طرف الشرعية التي نفت علمها بالخطة ابتداء ومن ثم القول بأنها لا تؤسس للسلام كونها لم تعتمد على المرجعيات الثلاث المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216. رفض الحكومة كان مصاحبا أيضا لرفض الانقلابيين الذين أكتفوا بتقديم الرفض دون ذكر الأسباب. وبالاعتماد على ما سبق، فإن تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة جاءت على ما يبدو للتخفيف من حدة مواقف الطرفين تجاه خطة الوزير كيري ومحاولة لإعادة تصديرها إلى الواجهة، وهو الأمر الذي أصبح من الصعب حدوثه على الأقل في الفترة الراهنة بالنظر على ما بدا من اعتماد الأطراف على الخيار الميداني الذي أخذت حظوظه بالارتفاع على حساب الخيارات السياسية. نبدأ بمناقشة إذن موضوع هذه الحلقة بداية من الرياض مع الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. أهلا بك. بداية، كانت خطة كيري قدمت على أساس ربما أنها خطة الحل للأزمة اليمنية وأن لا تراجع فيها وربما مطلوب الالتزام بهذه الخطة، لكن الآن نشهد تصريحات وتغير في الموقف الأمريكي، باعتقادك ما سر هذا التراجع؟ نعم أخي سامي، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. نعرف جميعا أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك ردود أفعال قوية من قبل الشرعية الرافضة لمبادرة كيري، وأيضا قبل ذلك رفضت المبادرة أو خارطة ما سمي بخارطة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لأنها في حقيقة الأمر تتعارض مع المرجعيات، تتعارض مع مخرجات المرجعيات المتفق عليها من مخرجات الحوار الوطني وكذلك المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216. بالتالي هذا الرد وهذا الصد الذي كان موقف واضح من قبل الشرعية برفضها لهذه المبادرات وعدم علمها أيضا بوجود أي مبادرات أو أي اتصالات بينها وبين الإدارة الأمريكية، جعل من الأمريكان يعني يحاولوا إيجاد حل لهذا المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، خصوصا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي أعلن عن المبادرة وأعلن عن الحل في حين لم يتم التواصل مع الجانب الحكومي ولم يتم عرض هذه الخطة ولم يتم مشاورتها ولم يتم حتى اللقاء بأحد قيادة الشرعية، لا رئيس الجمهورية ولا نائبه ولا رئيس الحكومة. بالتالي
هذا الموقف وهذا المراجعة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية أعتقد أنه من أجل إيجاد حل ومن أجل إنجاح أو عدم إفشال المبادرة التي تقدم بها سواء جون كيري أو إسماعيل ودي الشيخ أحمد. طيب أشارك معي من القاهرة الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة الصحفية، أهلا بك أستاذة ميساء. بداية، عاد من جديد الاهتمام بالخطة كيري بعد أن كان ربما تراجع الاهتمام قليلا بها، اليوم ماثيو تولر يصرح وهناك تبدل ربما في الموقف، بداية هل تنظري أنه هناك تراجع في الموقف الأمريكي وكيف تقرأي هذه التصريحات؟ أستاذة ميساء؟ ألو؟ أستاذة ميساء تسمعيني؟ أيوة معك. كنت طرحت لك سؤال عن هذا التبدل في الموقف الأمريكي بالتصريحات الأخيرة لماثيو تولر، كيف تقرأي هذه التصريحات؟ هل هي تراجع وأهميتها؟ تراجع في إطار أيش؟ هي لا أعتقد أنها تراجع، هي كل ما في الأمر أنهم بيقولوا أن هذه نقاط خطوط رئيسية، وهذه الخطوط الرئيسية تم نقاشها في جنيف وبيل وكويت، وأن هذه الخطوط مقابلة للنقاش، يعني هذا هو الكلام الذي يقال حاليا، يعني هذا اللي بفهمه الآن من خلال الإعلام الغربي والدوائر الدبلوماسية في تصميم على طي ملف الحرب اليمنية، بالتحديد التدخل السعودي في الحرب هذه من خلال هذه التسوية أنه هادي حيسلم صلاحية أثناء التوافقي مثل ما حصل أثناء المبادرة الخليجية، والحوثيين ينسحبوا ويسلموا الأسلحة. طبعا المسألة فيها كثير من التفاصيل اللي ممكن تكون فيها إشكالية كبيرة جدا، بالذات في خصوص اللجان الأمنية والعسكرية اللي حتستلم المدن وحتستلم الأسلحة واسم النائب الرئيس واسم رئيس الوزراء وإلى آخره من أمور. يعني أكيد أنك تابعت موقف الحكومة الرافض لخطة كيري وتصريحاته التي أتت من مسقط، التصريحات الأخيرة وتحديدا ما حدث اليوم من تصريح للسفير الأمريكي في اليمن، أهمية هذا التصريح وإلى أي حد يشكل ربما نوع من الضغط أو الدفع نحو تخفيف من حدة مواقف الحكومة اليمنية الرافض لخطة كيري؟ هو طبعا الآن في حديث عن التلويح بتغيير قرار 2216 أو بإصدار جديد، كانت بريطانيا طرحت مشروع قرار أممي جديد بأنه أي طرف لا يتعامل مع التسوية مع طريق التسوية ممكن يعتبر معرقل للسلام في اليمن، ممكن تتم عقوبات، يعني يكون يعني في حقها عقوبات أممية، ممكن قرار 2216 يعدلوه وانهم يلغوا يرفعوا العقوبات على بعض الافراد اللي هم عليهم عقوبات امميه. فهذا هذا كله مطروح حاليا، واضح ان في ضغط غير عادي على الحكومه لانهم يستطيعوا الضغط على الحكومه. الحوثي في النهايه لا يقدروا يعاقبوا، لا يمتلك جواز سفر، لا يمتلك ارصده في الخارج، صعب ان انت تتكلم عن عقاب له. ففي النهاية الضغط كله في النهاية ينصب على الحكومة وعلى الدولة السعودية. أعود مرة أخرى للأستاذ مختار الرحبي من الرياض. أستاذ مختار، تقول أن هذا التبدل في الموقف الأمريكي ربما قد يكون مؤشر إيجابي يدفع نحو إيجاد حل للأزمة اليمنية، مؤشرات ذلك وملامح هذا الحل الذي تتفائل أنت بأنه قد يظهر ويكون موجود في الواقع بعد هذه التصريحات؟ هو بالنسبة للحل، الحل أنا أعتقد أن القضية اليمنية هي تعتبر ليست قضية معقدة بتعقيدات المشهد السوري أو تعقيدات المشهد العراقي وغيرها من القضايا في الشرق الأوسط، لأن القضية واضحة. هناك انقلاب تم على سلطة شرعية، السلطة الشرعية معترف بها من الأمم المتحدة، مجلس الأمن، من الولايات المتحدة، من الجميع. لدينا قوى انقلابية يعني صدر عليها قرار دولي. ما نريده وبشكل مبسط هو أن يتم انسحاب هذه الميليشيات من العاصمة وتسليم أسلحتها وتعود الشرعية، وبعد ذلك يتم مناقشة موضوع رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطني، ويتم الحديث عن المشهد السياسي. هذه هي لب المشكلة، أننا قفزنا من المشهد الأمني والعسكري إلى المشهد السياسي، ونريد أن يتم هذا ما تتحدث فيه مختار هو يندرج ربما في موضوع التراتبية الزمنية لتنفيذ هذه الخطة.
السفير الأمريكي اليوم كان واضح، ربما أن قال الخارطة أو الخريطة قابلة للتعديل، لكن لا يمكن أن يكون هناك تعديل فيما يخص ترتيب بنودها من الناحية الزمنية. بالتالي هل ما زلت يعني ما زلت نظرتك موجودة بأنها ربما قد تشكل مدخل لإيجاد حل؟ هو وكما قلت لك يعني المبادرة هي ليست نصوص قرآنية، يعني لا يمكن يعني تفسيرها وتأويلها وتغييرها وتبديلها. هي في الأول والأخير هي مبادرة، تم تقديم كثير من المبادرات، تم تقديم كثير من الأوراق وكثير من الخطط ولم يتم التعامل معها بإيجابية. بالتالي حتى لو فشلت هذه الخارطة ولم يتم التعامل معها، سيتم تقديم يعني مبادرة جديدة، سيتم تعديل البنود التي تم إيجادها في المبادرة كيري وولد الشيخ. بالتالي أنا أعتقد أن مسألة التراتبية والتراتبية الزمنية هي مهمة جدا، لأنها هي أصل المشكلة، وهي التي اعترض عليها الجانب الحكومي منذ بيل وكذلك جنيف والكويت واحد والكويت اثنين. كانت هي من أهم الإشكالية التي يتم الحديث عنها، أن التراتبية لابد أن يتم الوصول إلى الحل السياسي والسلمي الكامل عبر التراتبية. يتم تسليم السلاح، يتم أولا يتم تشكيل اللجان الأمنية ويتم نزع السلاح، بعد ذلك ندخل في الجانب السياسي والجانب الجوانب الأخرى التي يمكن الحديث عنها فيما بعد. طيب أعود للأستاذة ميساء شجاع الدين من القاهرة. أستاذة ميساء، إذن ربما العقدة الأبرز هي موضوع التراتبية الزمنية. ماثيو تولر يصرح ويقول أنه ربما تكون المبادرة والخريطة قابلة للتعديل، لكن ربما لن يكون هناك تعديل فيما يخص التراتبية الزمنية. ماذا يعني هذا الكلام ونحن نتحدث عن فرص إيجاد حل سياسي؟ هو طبعا هذه مشكلة التراتبية الزمنية هي كانت عقدة أثناء مفاوضات الكويت، وحاولوا الاتفاق عليها من حيث أنهم يخلقوا شيء من التزامن كما هو ظاهر في المباراة. يعني في محاولة أنهم يجعلوا من الخطوات أكثر تزامنية. مسألة الانسحاب والجانب الأمني هم قسموها الجانبين، الجانب الأمني والعسكري اللي هو تسليم الأسلحة والانسحاب، والجانب السياسي. فهم حاولوا أنهم يخلوا الخطوتين متزامنتين إلى حد ما على كي يحلوا الأزمة هذه. أنا اللي شفته في المبادرة هي كان في هو أول شيء بدأ بمسألة التسوية السياسية اللي هي نقل الرئيس الصلاحية، يعني تعيين نائب رئيس جديد توافقي، لأن علي محسن شخص غير مقبول بالنسبة للحوثيين، وكذلك أنه هو نقل صلاحياته، ثم أن الحكومة لا تبدأ ممارسة مهامها إلا بعد الانسحاب. أتصور التفاصيل هي أنا بشوف أنها معقولة. المشكلة هي في التفاصيل، كيفية الانسحاب. الحوثي لن يسلم أسلحة، هذه مشاكل كبيرة. يعني الحوثي حركة من الصعب أن أنت إذا لم تكسر عسكريا بشكل كبير أن أنت تدجنها أو تهمشها بشكل كان ما. هناك شيء من التوضيح في هذا التفصيل، موضوع تسليم السلاح قيل أنه يسلم للطرف الثالث، في حين الحكومة تتمسك بأن لابد من أن الحكومة الشرعية هي من تتسلم السلاح. الحكومة الشرعية طبعا هو في الأغلب سيكون أيضا الطرف الثالث، أنا أتصور أنه هذا اللي سينتهي فيه الأمر، يعني لأن الحكومة هي كانت ضعيفة في أدائها. هي مشكلة الحكومة أنها أدائها السياسي ضعيف، هذا إضافة إلى أن الوضع العسكري لم يتغير بشكل كبير خلال سنة كاملة. إحنا بنتكلم خلال سنة كاملة لم يحدث تطور عسكري مهم فيها. فبالتالي وأداء الحكومة الضعيف هو أضعف كثير من موقف التفاوضي. طيب أستاذة ميساء، هناك تصعيد عسكري مؤخرا في ربما الأبرز في جبهة تعز. هذا صحيح، لكن جبهة تعز لا أدري، في يعني لا زالت عندي مخاوفي، لأنه جبهة تعز يبدو أنه في قرار سياسي بعدم أنها تتحرك، يكون في زحزحة لها لكن لا تتحرر كليا. حتى الآن يبدو أنه في قرار سياسي بهذا الإطار مستنرة، يعني أمامنا أسبوعين ثلاثة نرى فيها ما هو الذي سيحدث في تعز. طبعا الذي ممكن يحدث في تعز ممكن يغير من مآلات بعض المآلات، لكن الحوثيين في الأخير هم اللي يهمهم صنعاء بدرجة أساسية. طالما هم وضعهم لازال متماسك في صنعاء، هم لازال نفسهم طويل في الحرب. فهذه مشكلة كبيرة، انه انت الدولة دائما الدولة السعودية اللي تدعم الشرعية لها حساباتها، والوقت ليس بصالحها. هي الان تستنزف وبيتم ضغط عليها من الدول الغربية. فبالتالي وضعها طبيعة اولوياتها مختلفة. النقطة هنا انه في مشكلة اخرى، انه الحكومة الطرف الثالث، مسألة الطرف الثالث، انه الطرف الثالث حيكونوا معظمهم من ضباط الجيش والأمن اللي كانوا إلى حد ما محايدين، وهم في الغالب
هذا حيكون تخوف حوثي ليس فقط من الحكومة، ممكن يكونوا موالين لعلي عبد الله صالح. هذه نقطة ثانية، هذه قصة أخرى، يعني إن الحوثيين نفسهم عندهم تخوف إن هذا الطرف الثالث يكون كذا. طبعا ما فيش إمكانية، في كان طرح إن الطرف الثالث يكون في بعضها قوات عربية، لكن هذا الطرح يعني حتى الآن يعني مجرد كانت فكرة طرحت ولم تتم مناقشتها بشكل كبير. يعني لا أعرف من ممكن يكون الطرف الثالث حتى الآن، هذه أيضا أحد التفاصيل المقلقة في هذا الحديث. طيب أعود مرة أخيرة للأستاذ مختار رحبي من الرياض. إذا هناك نقطة أشارت إليها الأستاذة ميساء شجاع الدين فيما يخص أولويات وحسابات المملكة العربية السعودية فيما يحدث الآن، باعتقادك ماذا في جدول أولوياتها وكيف يمكن حسم الأمور من هل من ناحية دعم التصعيد العسكري الحاصل أو ربما الاهتمام وأخذ التصريحات الأمريكية وإمكانية أن يحصل هناك تعديل سيكون الأفضل بالنسبة لها وفق أولوياتها حاليا؟ أولويات المملكة العربية السعودية الأولويات وحسابات المملكة العربية السعودية ربطتها الأستاذة ميساء، ربما قالت هناك ربما ما وصلنا إليه الآن من هذه الخطط المطروحة الحال ربما يرجع إلى نقطة ضعف أداء الحكومة الشرعية وربما عدم تغير في موازين القوى في الميدان أيضا، فكانت تسأل أن الأمور ربما تكون مرتبطة فرص إيجاد الحل بأولويات وسياسات المملكة العربية السعودية. صحيح، لا نحن لا ننكر أن المملكة العربية السعودية شريك أساسي في القضية اليمنية وفي الأزمة اليمنية، وهي أيضا شريك في إيجاد الحل، وهي تعمل بكامل طاقتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية إلى جانب الحكومة الشرعية اليمنية. بالتالي الأولويات أعتقد أنها في هذه الفترة هي الرضوخ للضغوطات الأمريكية حتى تنتهي فترة إدارة الإدارة الأمريكية الحالية، ومن ثم بعد ذلك يتم يعني التأقلم أو يتم بعد ذلك الحديث مع الإدارة الأمريكية الحديثة والجديدة عفوا، وفهم ماذا تريد الإدارة الجديدة. أما بالنسبة خلال الفترة هذه حتى تسليم أوباما للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستقدم تنازلات، وكذلك الحكومة اليمنية أيضا ستقدم تنازلات أقل شيء لكي نجتاز هذه المرحلة الحرجة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض مختار رحبي السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية. أعود للأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، هذه التصريحات الأمريكية والتبدل في المواقف بالنسبة لك كيف يمكن توقع تلقي وتفهم الأطراف اليمنية سواء تحالف الانقلاب أو الشرعية، كيف ينظرون إلى هذه التصريحات؟ هو هذه التصريحات في سبيل الضغط الأمريكي. طبعا هو أنا اتفق معاه أنه في محاولة من كيري، أنه كيري يريد إضافة رصيدة بيصل في الملف اليمني، لأن الملف السوري شديد التعقيد. طيب في عدة ملفات أمامه، الملف اليمني ملف فيه اتفاق على الخطوط العامة أو العريضة فيه، فهو ما فيش انقسام في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة بخصوص الملف اليمني، فبالتالي هو يريد التحقيق هذا المكسب قبل رحيله بعد شهر وشوية. طبعا لو بدأت إدارة ترامب لن يحصل أي ضغط أمريكي ولن تلتفت الإدارة الأمريكية لليمن قبل سنة، لأنه على بال ما هم يكتبوا أولوياتهم ويبدأوا يستلموا الملفات هذا بياخذ وقت طويل. فهنا المشكلة هي كمان الوضع الإنساني، لازم نضع بعين الاعتبار الوضع الإنساني صار غير محتمل بالنسبة للناس. فأنا أتصور الوضع الإنساني يبدو أنه غير يعني غير وارد لدى الطرفين، وهذه مشكلة كبيرة أنهم الطرفين لا يتحملوا مسؤولية حتى الإدارة المناطق اللي هي تحت سيطرتهم بشكل فيه قدر من المسؤولية. الحكومة أنا بشوف أنها أخطأت لما قالت أنها لن تتعامل مع هذا الخريطة، لأن هذا بيأتي انطباع غير جيد عنها أمام المجتمع الدولي. كان ممكن تأخذها وتفندها وتقول والله إحنا رافضين هذه النقطة، هذه النقطة إحنا نرفضها. لا يجوز أنك تتعامل مع المسألة هكذا من بابها أن أنا رافضة أتعامل مع هذا الخريطة في وقت أنت في حرب في بلدك، في وضع إنساني متدهور شديد التدهور في بلدك، وأنت مش في البلد أصلا، أنت في الرياض. فبالتالي هذه كلها مؤشرات مش مريحة وبتعطي رسائل سلبية. الحوثي وصالح أو الحوثيين تعاملوا مع المسألة بشكل مختلف، أخذوا هذا ورفضوا البنود، قالوا إحنا رفضنا كذا كذا. فأتصور هم واضح أنه الوضع الإنساني لا يضغط على كلا، ولكن استمرار الحرب لمدة سنة أيضا هذا أنا بشوف إذا استمرينا بنفس الاستراتيجية السياسية والعسكرية هذا مجرد استنزاف للشعب اليمني، لن يضيف
لن يغير شيء من موازين القوى العسكرية. طيب. أو لن يغير شيء حتى من طبيعة الاتفاق اللي ممكن تخرج بين في الحكومة. بالعكس ممكن بعد سنة هي يكون وضعها أضعف لو استمرت هكذا. طيب ستبقي معنا أستاذ ميساء. نشرك من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أخي العزيز. أستاذ إبراهيم، تصريحات ماثيو تولر كيف تقرأها والرسائل التي يمكن فهمها من هذا التصريح؟ أنا في اعتقادي أن تصريحات السفير الأمريكي هي في الوقت الضائع، ربما يحاولون المحافظة على أدوات اللعبة بأيدي الأمريكيين لكي يسلموها إلى الرئيس المنتخب الجديد ترامب. هم لا يستطيعون حل أي قضية في خلال شهرين وهم يدركون ذلك. يعني أنا فأعتقد أني فقط مناورة لإعطاء نوع من الزخم للملف اليمني لتسليمه إلى إدارة أوباما والمحافظة على الحوثيين من ناحية. يعني أما أن الأمريكيون يستطيعون حل أي قضية في شهرين فهذا ضرب من الخيال في وجهة نظري. إدارة أوباما لم يعني كما تعرف الشرق الأوسط في دوامة من العنف ولم تستطع تقديم أي حلول ولن تقف وراء الحلول التي تقدم. نحن نعرف ماذا حصل في الكويت عندما وافقت الحكومة الشرعية اليمنية على المبادرة التي حطتها بالمناسبة الإدارة الأمريكية والبريطانيين بعيدا حتى عن الأمم المتحدة، وقدمتها الأمم المتحدة على أساس أنها من قبل الأمم المتحدة، ولكن مع هذا رفض الحوثيين التوقيع عليها. هم يدركون ذلك، يعني هم يلعبون خارج الوقت. وأنا في وجهة نظري هي لا أعرف ما الأسباب الحقيقية. هناك يقال إن ربما عند الحوثيين حوالي 20 أسيرا من المخابرات الأمريكية والمريز الذي كانت متواجدة في الأراضي اليمنية، وربما هذا جزء من العملية. لكن آخر اليوم الأمريكيين ينطلقون من مصالحهم، يعني يريدون إبقاء كل أدوات اللعبة بأيديهم، يعني سواء اللعب مع الحوثيين أو مع الحكومة الشرعية. هم في آخر اليوم لا يبحثون على تطلعات الشعب اليمني. نحن نعرف أنه لا الحكومة الشرعية ولا الحوثيون يهدفون إلى بناء دولة عادلة من أجل اليمنيين، هو تقسيم مصالح يعني فيما بينهم، والأمريكيون يسيقون كل هذه المبادرات على هذا الأساس بعيدا عن مصالح الشعب اليمني. فلذلك في وجهة نظري الأمريكيون دائما والغربيين ينطلقون من مصالحهم الأولى من الناحية الأولى، ومن ثم يحاولون إيجاد صفقات مشوهة كما حصل في العراق وما يحصل في لبنان وكثير من المناطق العربية. طيب. يعني أعود مرة أخيرة أستاذنك فجلا ذريعا في كل الملفات. طيب. التي تخص العرب والشرق الأوسط والمسلمين. إدارة أوباما وحدت أكثر من 1000 مرة إغلاق سجن غوانتانامو ولا زال إلى اليوم لم يغلق. قالت من أكثر من مرة أنها ستحافظ على يعني على الحكومة الشرعية، ونرى كاري وزير الخارجية الأمريكية يلتقي بمفرده مع الحوثيين في عمان بعيدا عن التواصل مع الحكومة اليمنية. فلذلك هم يبحثوا على مصالحهم في الدرجة الأولى. هذا واضح أستاذ إبراهيم، سأعود لك لكن أعود مرة أخيرة للأستاذة ميساء شجاع الدين من القاهرة. أستاذة ميساء، باعتقادك ما التعديلات الممكنة الآن في خارطة كيري أو خارطة ولد الشيخ أو كما يقال أيضا خارطة الرباعية الدولية؟ هو قال التعديلات التراتبية ما تغير، هذا الواضح، لكن ربما التعديلات تكون أكثر في مسألة إطار تقديم تصميمات لكل الطرفين، لأن كل الطرفين يحتاج لتصميمات مثل الحوثي صالح مسألة العقوبات الأممية، الطرف الحكومي أيضا هادي يحتاج لبعض التصميمات، فأتصور أنها ممكن يقدموا تصميمات أخرى إضافية للمجتمع الدولي، إضافة إلى أنه ممكن تكون الاتفاق حوالين الأطراف الوسيطة اللي حتتم بينهم، اللي هي مثلا ممكن نائب الرئيس، رئيس الوزراء. ما أعتقد أنه حيحصل تغير جذري في المسألة، لا من ناحية التراتبية ولا من ناحية طبيعة الخطوط اللي بيتحركوا فيها، لا أتصور هذا. لكن أتصور لو حصل ضغط دولي كبير، وخصوصا مع تلويح البريطانية بطرح قرارها الدولي في مجلس الأمن، وهذا إضافة للتلويح الآخر أنه ممكن تعديل قرار 22-16،
فأتصور أن هذا حيكون ضاغط بشكل كبير على الحكومة الشرعية، وأنه المفاوضات اللي حتكون وراء الكواليس هي عبارة عن تطمينات إضافة إلى طيب تطمينات للاعبين المحليين، ماذا عن اللاعبين الإقليميين في الأزمة؟ اللاعبين الإقليميين الحرب طويلة لا زالت بينهم السعودية وإيران، وطبعا في يعني نوع من الاتفاق الدولي والإقليمي أن اليمن من نصيب السعودية يعني، فبالتالي ما فيش منازعة كبيرة على اليمن، المنازعة الحقيقية هي في سوريا أو إلى حد ما بالعراق، العراق أيضا هو إلى حد ما ساحة إيرانية، فهو لا زالت الحرب الإقليمية مطولة يعني، وهي اليمن ستظل ساحة من ساحات الصراع الإقليمي. هي المسألة هنا هي كيفية توقف التدخل العسكري السعودي، لأنه صار يحرج الغرب لأن السعودية حليفتهم، وهذا التدخل صار محرج لهم أمام منظمات المجتمع الدولي المدني وأمام الإعلام، وهذا إضافة أنه صار يستنزف السعودي اقتصاديا. شكرا جزيلا. أعتقد أن المسألة هي يعني ليست هي تسوية هشة في جميع الحالات، يعني خلينا نكون واضحين هي ستكون تسوية هشة. شكرا جزيلا لك ميساء شجاع الدين كاتبة الصحفية، كنت معنا من القاهرة. أعود إلى إبراهيم القعطبي من نيويورك. أستاذ إبراهيم، من وجهة نظرك ما التعديلات المتوقعة وإمكانية أن تكون هذه التعديلات جوهرية حتى لا نشهد تسوية هشة كما تقول الأستاذ ميساء؟ أنا في اعتقادي أنه كل هذه التسويات لا تمس جوهر القضية، يعني الشعب اليمني يتطلع إلى حكومة عادلة، يتطلع إلى الفدرالية، إلى اللامركزية، إلى الأقاليم، كل هذه الخرائط بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب اليمني. دعني أيضا أعلق على ما قالت الأخت ميساء. الأخت ميساء يعني أراها دائما موفقة بشأن أنه اليمن مسلمة للسعودية، وأنا أختلف مع ذلك. المسألة لم تعد مسألة حتى تحصص داخلي على السلطة. هناك السعودية في من وجهة نظري لو الأمريكيين موافقون على تسليم الملف اليمني بكامله للمملكة العربية السعودية لما وضعوا خط أحمر لدخول القوات اليمن، قوات الجيش اليمني وأيضا قوات التحالف إلى العاصمة صنعاء وتحريرها، لا 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 لحسموا الأمور عسكريا، ومن ثم ندخل في مسألة يعني حلول سياسية من أجل إدماج الحوثيون أو بعض من المؤتمر في أي حكومة جديدة. يعني أنا في وجهة نظري لا أتفق على هذه النقطة. يعني باعتقادك ماذا وراء تسليم اليمن إلى أي دولة خليجية بحد ذاتها؟ التعديلات التي تتحصل هي تعديلات ليست جوهرية، كل الخوارط ليست جوهرية لأنها تقسم السلطة بين شرعية وميليشية بعيدة عن أهداف وتطلعات الشعب اليمني من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من المبادرة الخليجية. الشيء الآخر في وجهة نظري أنه الخليج برمته الآن يهدد أمنه القومي، وأكبر تهديد له الآن هو وجود الإيرانيين من خلال الحوثيين من البوابة الجنوبية للخليج، فلذلك لن تحصل هناك أي اتفاق إذا لم يزال الخطر الحوثي والخليجيين والسعوديين على وجه التحديد يردكون ذلك. يعني فلذلك أنا في وجهة نظري أي اتفاق حش كما يحصل الآن، الضمانات كما نعرف لن تنفذ قرارات مجلس الأمن ولن ينفذ الاتفاقيات السابقة، فلذلك لا يوجد ضمانات. الضمان الحقيقي هو تحرير اليمن ومن ثم الدخول في المشروع ماذا الوطني عن استبدال الذي تبناه الجميع وهو مخرجات الحوار الوطني. طيب ماذا عن إمكانية وصول الضغوط الدولية من الخيال طيب ومن إبراهيم؟ الأحلام يجب أن نضحك على أنفسنا أن هناك حل سياسي يطرحه كيري أو غيره، هذه هي مجرد مماطلات للدخول في تواها لا نستطيع الخروج منها. لو كانوا جديين وحقيقيين الغربيين لحلوا القضية السورية ولحلوا العراق القضية في العراق، وأيضا لم يوافقوا على انقلاب السيسي على مرسي الرئيس المنتخب في مصر، كل ذلك مجرد يعني خيالات بالنسبة لي. طيب أستاذ إبراهيم، ماذا عن إمكانية وصول الضغوط الممارسة الآن إلى نقطة تعديل القرار 2216 وإصدار قرار آخر؟ أنا شوف الحقيقة هو إذا لم تستطع القرارات الدولية السابقة التأثير على الحوثيين وصالح، فما بالك من إصدار، ما الجدية من إصدار أي قرار أخير لن يؤدي ولن يسمن من جوع. يعني
ما الحقيقة يعني إذا لم يستطيعوا تنفيذ قراراتهم الأولى؟ أنا في وجهة نظري لذلك النقطة التركيز أنا أقول إنه الغرب يبتزنا لمصالحهم وليس لمصالح شعوبنا. هذه شكرا جزيلا لك. يستخدموها للضغط على الأطراف من أجل تنفيذ أجندة في وجهة نظري أصبحت واضحة للأعيان، وهي أجندة خارجية والمحافظة على المصالح الخارجية من الدرجة الأولى، لم تحد تخص الشعب اليمني. فلذلك إذا لم يستطيعوا تنفيذ القرارات الأولى فكيف سينفذون أي قرارات جديدة؟ شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القعطبي. الحكومة الشرعية هذا. شكرا جزيلا لك إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك، وأيضا الشكر موصول للصحفي مختار رحبي كان معنا من الرياض، وميساء شجاع الدين من القاهرة. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة ماهر أبو الملك، كونوا بخير.